دكتور المعالج قال لي: فاروق، احنا عندك سرطان. انا مش عاوز حد يتضايق ولا حد يزعل ولا حد ينزعج، لاني انا شخصيا مش منزعج. بعد بعض التحاليل والفحوصات والاشعاعات، دكتور المعالج قال لي: فاروق، احنا عندك سرطان. قلت له: سرطان؟ يعني صداع؟ فقال: لا، فاروق شخط فيا بقى، انا بتكلم جد. قلت له: انا بتكلم جد، انا هتعامل مع هذا المرض كانه صداع، وبالعزيمه وبالاصرار سانتصر على هذا المرض.